مستوى بيتحدد بناء على ايه؟ على مجهوده. فعلا طبعا. يعني اللي بياخد جنيه يستاهل جنيه، اللي بياخد 10 يستاهل 10. طبعا طبعا طبعا. انا يعني انا مقتنع بدي 100%، ودي موجوده فعلي بنسبه كبيره في مصر. بنسبه كبيره في مصر موجوده. بدليل اللعيبه كتيره جدا يعني سعرها بيبقى عالي جدا باللي هو عمله، باللي عمله وبتاريخه في النادي. يعني مثلا رمضان صبحي 100 مليون الناس كلها طبعا صفقه كبيره جدا، بس رمضان عمل ايه؟ كان واخد احسن لعيب في افريقيا، بيلعب في النادي الاهلي، كان محترف، وعشان النادي الاهلي كان هو بيلعب في النادي الاهلي، فبيراميدز على سعره. لو نفس السيستم ده كده رمضان صبحي بيلعبش في النادي الاهلي مش هيبقى سعره كده. بس يعني هو رمضان عشان بيلعب في الاهلي ولا عشان هو رمضان؟ علشان بيلعب في الاهلي وهو اجتهد. بس الاهلي رقم واحد. يعني عشان هو بيلعب في الاهلي طبعا، الاهلي بيكبر اي حد. مليون في الميه. لا يعني عشان هو اتاخد من الاهلي فهو ده السعر، لكن بالزبط. هو مش ده هو سعره. عشان هو في النادي الاهلي فادى في النادي الاهلي فبقى ظاهر قوي. فاما بقى ظاهر قوي في النادي الاهلي بقى سعره كده. اما هو لو بيلعب في اي حته بنفس اللي عمله في اي نادي تاني في مصر غير النادي الاهلي مش هيبقى نفس سعره كده خالص. هيبقى اقل كده بكتير. مع ان في ناس شايفه ان هي الصفقه بالرقم ده عشان اتاخدت من النادي الاهلي. ممكن. ممكن. عشان خاطر ممكن دي، ممكن دي، بس برضه في الاول وفي الاخر عشان هو كان لعيب في النادي الاهلي. دي كانت اهم حاجه، اهم حاجه. انا بقول كده عشان اتاخدت من النادي الاهلي. بالظبط. ممكن. ممكن. يعني دي صح. دي اكيد بيبقى صح. ليها حسبه ثانيه. النادي الاهلي كبير. الاهلي رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا، طب طبيعي يعني. الاهلي قريب من 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 منافسينه، من نادي الزمالك مثلا. طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا طبعا، ومعاه لعيبه السنه دي على اعلى مستوى، ويعني حاجه بصراحه. نادي الزمالك السنه دي والخط الهجومي بتاع نادي الزمالك كابتن سيف رهيب. بس عدد بطولات الاهلي بقت يعني، بس النادي الاهلي ماشي بسيستم يعني اداري على اعلى مستوى. يعني حاطط بلان لسنين طويله على اعلى مستوى. فانا شايف النادي الاهلي على فكره مش من دلوقتي بس يا كابتن، من زمان. يعني من زمان، وحتى وانا صغير كان المدربين الفنيين اللي كانوا ماسكيننا ولا حاجه كانوا حاطين اللعيبه اللي هو مثلا لمده 4 5 سنين ده ممكن يطلع فريق اول. ده هيطلع هيبقى لعيب جامد.